السلطان أردوغان يظهر هذه الأيام شجاعة لفظية لافتة كتلك الشجاعة التي أبداها يوم أهين سفيره لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ويوم اعتدت إسرائيل على سفينة مرمرة التركية. نعم، ومصدر إعلامي يؤكد أن تصريحات أردوغان في عيد الشهداء هي استهتار بالقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وتؤكد تورط حكومته إلى جانب إسرائيل في الإرهاب الذي يضرب سوريا. نواب العدالة والتنمية في تركيا ليسوا معنيين بهموم المواطنين الأتراك في المحافظات التركية فحسب، بل معنيين كذلك بهموم المسلمين في باكو ونيقوسيا وكابول وبغداد وأربيل وغزة والقدس وحما وحمص. من هنا أنا أناشد المجتمع الدولي لحل الأزمة في سوريا، لوقف نزيف الدماء التي تسيل من شعب مدني في مواجهة قوة عسكرية متغطرسة. بهذه الكلمات والافتراءات أوضح أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مدى الجرح الكبير في قلبه الذي ينزف على أطفال سوريا. بهذه الكلمات عبر أردوغان عن عدم قدرته على النوم بسبب ما يتعرض له الشعب السوري. بهذه التصريحات والأكاذيب برر أردوغان مشاركته وحكومته بسفك دماء السوريين وسرقة مصانعهم ونفطهم، لتغدو الشجاعة واضحة في رئيس حكومة صمت إلى حد الخرس عندما قتلت سيدته الصهيونية الغاشمة 9 أتراك في الاعتداء الصارخ على سفينة مرمرة الإنسانية العام 2010. أردوغان هذا الذي يدعي الشجاعة والإقدام شهد له العالم على خنوعه وعمالته لإسرائيل التي سجلها التاريخ له على صفحاته الملطخة بالعار والذل. فمن يدعي الشجاعة اليوم تناسى أنه في صفحته السوداء الأولى طمس رأسه في التراب كالنعام يوم أهين سفيره لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ويوم اعتداء مرمرة، وفي صفحته الثانية ظهرت شجاعته بإرسال السلاح الكيميائي إلى الإرهابيين في سوريا والسيارات المفخخة وتدريب المتطرفين المرتزقة الذين يقتلون ويدمرون المساجد والأضرحة ويسرقون المصانع، لتخصص صفحته الثالثة لدعوته إسرائيل للمشاركة في أنشطة حلف الناتو التي جاءت مقايضة مع أنقرة على أساس موافقة الناتو مطلع كانون الأول على نشر بطاريات الباتريوت على طول الحدود التركية مع سوريا. وأما صفحته الرابعة والخامسة والمئة بعد المليار كلها ملطخة بدماء السوريين الذين يتاجر هذا العثماني بدمائهم على عتبات أسياده. إن لدى تركيا واجب في الشرق الأوسط. ما هو هذا الواجب؟ نحن أحد شركاء الرئيس في مشروع الشرق الأوسط الجديد وشمال إفريقيا، نحن نقوم بهذا الدور. كل هذا وغيره الكثير أكده مصدر إعلامي بدمشق قائلا إن أردوغان زج بلاده في أخطار وأزمات جمة تحرقها قبل غيرها لإرضاء سيده إسرائيل ولو كان على حساب وسلامة شعب تركيا وكرامته، مضيفا أن سياسة أردوغان تحمل هذه الدولة أعباء لا طاقة لها بها، وعلى الشعب التركي أن يحاسب أردوغان وعصابته، فتصريحاته في عيد الشهداء الذي يحييه شعبنا تستهتر بالقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية وتؤكد تورط حكومته إلى جانب إسرائيل في الإرهاب الذي يضرب سوريا.